ستة أحياء في الساحل الأيمن لمدينة الموصل هو كل ما تبقى أمام القوات الأمنية حتى تعلن تحرير الجزء الغربي للمدينة بالكامل. رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن طالب جغاتي ذكر أن القوات العراقية المشتركة أكملت تحرير 32 حيا من أصل 38 إلى جانب مطار الموصل الدولي ومعسكر الغزلان الاستراتيجيين. الفريق الركن جغاتي أكد أن القطاعات الأمنية تتقدم بخطوات ثابتة نحو الأهداف المرسومة لها، رغم أن هذا التقدم يتصف بالحذر حفاظا على المدنيين. ميدانيا قالت مصادر عسكرية إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تخوض معارك عنيفة ضد عناصر تنظيم داعش في حي الثورة من الجانبين الغربي والشرقي لاستعادته من قبضة التنظيم، في وقت تتواصل المواجهات في حي التنك لإكمال تحريره بالكامل، حيث تم تدمير عدد كبير من العجلات الملغومة وتوفير ممرات آمنة لإخراج المدنيين من مناطق القتال إلى الأحياء التي تم تحريرها. إلى ذلك تستمر قوات الشرطة الاتحادية بالتوغل داخل الموصل القديمة محررة نحو 30% منها بحسب مصدر في الشرطة، الذي أشار إلى قتل أكثر من 58 عنصر من التنظيم. ومع تصاعد المعارك تتزايد خسائر داعش بين صفوف مقاتليه، 116 عنصرا من التنظيم لقوا حتفهم نتيجة الضربات الجوية لطيران الجيش العراقي بحسب إحصائية أعلنت عنها خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة.